السلام عليكم. كما العاده غلام ياسين، المغامره الافريقيه ديالو اللي دايرها بالدراجه الهوائيه. كل نهار وعدتكم بمكان مكان جديد ومكان جميل. اليوم كنتواجدوا في واحد القريه للصيادين اللي كتسمى تومبوا. هي اخر قريه كتواجد في انغولا على الساحل البحر، وهنا كتواجد واحد لابوينت داخله تقريبا بواحد 8 9 كيلومتر، وكاين هنا 8 البواخر ديال الصيد راسيه متهالكه تستريح على الشواطئ. والمكان جميل جدا ومهمل غير مستغل، فقط السكان المحليين يصطادون السمك بطريقه الصيد التقليدي، واسماك متواجده كثير. بحيث البارح في الليل من با ساعه المكانه الشبكه خرجوها عامره اسماك، واسماك متنوعه جدا. وحتى انا لحت النهار في الليل من با ربع ساعه شديت جوج حوتات وهما باش تعشيت. والمكان جميل جدا جميل، والناس طيبين، انغولا تغيرات، الشعب ولا طيب جدا. وكندعو المغاربه وجميع السياح يجيو يزوروا هذه المنطقه. اقرب مدينه لهذه المنطقه هي مدينه ناميبي، وهذه ناميبي حتى هي مدينه سياحيه، ولكن الطريق ما بين ناميب وتومبوا خاليه، ولكن طريق جيده جدا. وهي من هنا كتبدا صحراء كالاهاري تقريبا من هذا المكان هذا. وتحياتي، وكنضرب لكم موعد اخر في مكان اخر ومكان جميل اخر ان شاء الله. تحياتي.